هل الاستغفار ثلاثا بعد الصلاة يجزئ عن السهو في الصلاة؟ السهو نوعان، أو لنقل ثلاثة أنواع. السهو في ركن، السهو في واجب، السهو في مستحب. السهو إما أن يكون في ركن، وإما أن يكون في واجب، وإما أن يكون في مستحب. السهو في ركن وهو أن يزيد الإنسان ركعة أو ركوعا أو سجودا، أو ينقص ركعة أو ركوعا أو سجودا، هذا ركن، سواء زاد أو نقص هنا سهو في الركن. السهو في الواجب مثل التشهد الأول، نسي التشهد الأول أو زاد تشهدا أولا مرتين، مثلا تشهد بعد الثاني تشهد بعد الثالثة. السهو في السنة في المستحبات كان يكون ركع دون أن يرفع يديه، وقف ما وضع اليمنى على اليسرى، سجد لم يصب أنفه الأرض، على خلاف في الأنف هل هو من أركان السجود ولا لا، الصحيح أنه ليس من أركان السجود، يعني ترك سنة، ترك أمرا مستحبا في صلاته. فإذا كان ترك أو فعل واجبا ركنا زائدا أو ترك ركنا فهذا لا يكفي سجود الاستغفار، بل عليه أن يأتي بالركن إن كان ناقصا ويسجد للسهو، أو يسجد للسهو فقط دون فعل شيء لأنه زائد أصلا إذا كان زيادة. فهنا سجود السهو يكون واجبا في الركن. في الواجب كذلك يكون سجود السهو واجبا إذا كان زاد واجبا أو نقص واجبا. أما إذا كان ترك مستحبا، ترك أمرا مستحبا، فسجود السهو يكون مستحبا لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكل سهو سجدتان. فلا يجب سجود السهو هنا، لكن الاستغفار لا شأن له بسجود السهو، حتى يقال إنه يكفي عنه أو لا يكفي عنه، لا شأن له بسجود السهو.